لهذا السبب سيصعد الأمير محمد بن سلمان فوق الكعبة. يستعد الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية للصعود فوق الكعبة المشرفة من جديد، وذلك لافتتاح أحد أهم مشاريعه في المملكة ضمن رؤية 2030. هذا وقد أعطى الأمير محمد بن سلمان شارة البدء للجهات المختصة من أجل تظليل ساحة المسجد الحرام وتظليل صحن المطاف، وهو ما يؤدي إلى حجب الكعبة عن السماء. ومن جانبه أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السديس أن مشروع التظليل سينطلق بعد الحج على أن يكون جاهزاً قبل رمضان المقبل. وأكد السديس أن المشروع الجديد الذي يأتي ضمن خطط محمد بن سلمان سيقي الناس من الحرارة سواء في صحن المطاف أو الساحة القريبة من الحرم. يأتي ذلك في وقت تتجه فيه الجهات المعنية بخدمة الحجاج في السعودية إلى تخصيص طريق جديد يربط مكة بجدة، يجري العمل فيه حالياً لضيوف الرحمن مباشرة بطول 72 كيلومتر كطريق بديل ورئيسي للحجاج والمعتمرين القادمين من مطار الملك عبد العزيز، حيث أنه يختصر الرحلة إلى 35 دقيقة فقط. ويمثل هذا الطريق الشريان الرابع الذي يربط بين مكة وجدة، وسيتم تحويل مسار حافلة ضيوف الرحمن إلى طريق مكة جدة المباشر بموجب دراسات مبنية على أسس علمية اشتركت فيها جهات معنية بخدمة الحجاج والمعتمرين. يذكر أن وزارة الحج والعمرة وجهت حافلات نقل الحجاج خلال موسم الحج المنقضي إلى طريق بريمان وصولاً إلى نقطة تفتيش حجز النوارية، بدلاً من مسارها القديم عبر طريق مكة جدة السريع وصولاً إلى نقطة الشميسي.